ده ايه الحلاوة دي؟ هو انتوا كلكم هنا كده؟ ولا يعني ما فيش حاجة بتضايقكم؟ ما فيش حاجة بتعصبكم؟ كلكم أمامير كده حلوين كده؟ ايه الحلاوة دي؟ ده أنا هتجنن والله. يا طاهر يا طاهر، معقولك ده؟ بقالي ساعة خارجة من المحل. مين دي؟ أنا مش فاهم البلد دي يا ست حكمة، أنا بصراحة مش فاهمها. تخيلي إن البت الغلبانة دي كمان أبوها مطلق أمها ورميها بشنطة هدومها في الشارع، أنا مش عارف البلد دي مالها. يا طاهر إحنا عايزين نلحق الطيارة. ما هو في سؤال محيرني، ليه سيدياب ضحك علي وقال لي إن إحنا رايحين لتشيك مع إن إحنا في كرواتيا؟ يمكن ما كانش عايز حد يعرف. طب البناية الغلبانة دي يعني ما ينفعش ناخدها معانا مصر؟ طاهر يلا أبوس يدك، عايزين نلحق الطيارة. يعني أنا كان نفسي استاي وزيوه، بس الظروف بقى هنعمل إيه؟ أنا عايزك تبلغي كل صحباتك إن المصطاهي مسافر. باي مصطاهي. سلام. الله يرحمك يابا. اتنين مصطاهي من دول ما كناش دفعنا دم قلبنا في العلاج، كان قام زي الرهوان. يلا عشان نلحق الطيارة. يلا يا طاهر، يلا يا طاهر. بقيت الإجراءات. دلوقتي هتطلعوا على الاوتيل واوراق التحويل هتكون جاهزه بكره الصبح. والله احنا مش عارفين نقول لك ايه يا متر جوزيف، تعبينك معانا. ولا تعب ولا حاجه، تحب اوصلكم؟ لا ما تشغلش بالك مني، انا معايا الكارت اللي فيها عنوان الفندق، هديه لسواق الاجره وهو هيوصلنا. احنا صحيح اغراب بس اخوك المصطهي هيعجبك قوي. تمام. وبعدين يعني احنا مش هنطلع على الفندق على طول، انا والست حكمت عايزين نلفلف في البلد شويه. تمام. كتر خيرك. كتر خيرك. نشوفكم على خير. مع السلامة. اتفضلي يا ست الناس. على مهلك. يا طاهر يا طاهر. أنا جاي. ده معقول ده؟ معلش يا ست حكمة، معلش أنا جاي أهو. يلا يا طاهر، المحامي بجاله ساعة مستنينا في البنك. معلش يا ست حكمة، بعمل ايه بس؟ اصل الشابة الجميلة المسكينة دي كانت تايهة وانا يعني كنت بساعدها. ليه؟ يا منين؟ من هنا. وانت اللي بتدلها؟ ايوه مسكينة، بقول لك عندها ظروف صعبة، صعبت علي فقلت اجيبها معايا، يعني اغديها اعشيها وهتونس معاها يعني طول الليل. لا ولا شهم يا طاهر، شهم وقلبك رهيف. وهو البني ادم مننا ايه غير قلب بيدق يا ست حكمة؟ اصل ابوه طلق امه ورمى البنيه دي في الشارع بشنطه هدومها، ما هي الشنطه دي فيها كل الهدوم بتاعتها، فانا قلت اكسب فيها ثواب واجيبها معايا. لا بتفهم في الاصول يا طه. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هانم. قال ايه وتقول لي الركع على الحشو؟ ما هم ما فيش حشو خالص وشغالين هم زي الفل. لا يا ست حكمة، لا ده الستات هنا يعني بيلمعوا، يعني مستحميين على طول، مش زي هانم من التنه ومعفنه طول عمره. استنيني هنا، انا هروح مشوار ساعة وهجيلك على طول. اها وهي كده فهمت؟ دي والله عندك حق. استنى. يو استاي هير One hour. I come again. Okay. مستهي، شفتي مستهي؟ شفتي مستهي طالعة ازاي من بقي؟ ده احنا كنا فاهمين مستهي دي غلط في مصر. مستهي يا سلام. طب يلا يا طاهر، احنا كده هنتأخر على المحامي. بقول لك هو ما ينفعش مشوار المحامي ده، يعني تروحيه انت. اها وفين الشهامة والرجولة؟ والله أنا يعني كان عندي شوية شهامة خلصتهم على البنية الغلبانة دي، بس هعمل إيه؟ ده أنت في عينيا الاتنين يا ست الناس، ده أنت الست حكمة. ماشي يا طاهر، يلا يا طاهر. استي هير، أبوس إيدك استي هير. يلا أوكي؟ يا طاهر. أوكي. أوكي، أوكي. اتفضلي يا ست، اتفضلي. وحشتك قوي يا حكمة. وانت كمان. قول لي يا طاهر، كيف بلاد بره؟ يا نهار اسود على بري وبلاد بري. ده ايه اللي بيحصل في بلاد بره ده يا سيدياب؟ ده انت خدعتني وما قلتليش.
ده أنا هحكي لك بلاوي بس يعني مش قدام الجماعة. أسيبكوا يعني عشان العربية اللي جابتنا من المطار هتوصلني للبلد. بالسلامة يا طاهر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الحلاوة دي يا بنت. أها قلت أتجلع نفسي شوي. تجلعي نفسك؟ سيدياب المهم أنا عملت كل اللي قلت لي عليه، الفلوس وصلت؟ كل حاجة تمام. تعالي تعالي. جي الله يسلمك. والله توحشتك قوي قوي يا حاجة. وأنتوا كمان توحشتكم قوي قوي قوي. والله وصحتك جات على عمرة يا حكمة، ووشك منور ما شاء الله. دي نورك يا حبيبتي. دولي هدايا جبتها لكم من الحجاز. الله يخليكي ويبارك فيك يا أم منصور. ودولي عشان جوازكم وأولادكم. تسلمي يا حجة حكمة يا أصيلة يا بنت الكرمة. سمارة دي عشان كتر خيرك يا حجة. ده حكمة ما نسيتش حد واصل. لا الحجة نسيتني يعني. أها ودي تيجي لجيبي. ده أنت بالذات جبتلك مية زمزم عشان تهدي وتروي. اشمعنى أنا اللي جبتلي مية زمزم؟ لا جبتلكم كلكم. الله يبارك لك يا حجة. المهم قوليلي دعيت لنا ولا لا؟ طبعا دعيت لكم كلكم. ودعيتيلي انا كمان يا حكمه. انت بالذات يا نجيبه دعيت لك من صميم قلبي. عمري راح ما لقيتوش غير فلوس هاني وتسرقوها. فلوس هاني وتسرقوها. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. انت يا بنت الكلب. حالا يا سي طاهر الملوخيه بالانارب هتكون جاهزه. وكمان عامله لي ارانب. وديت الفلوس فين يا ولية؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟ ده انا هقلع لكم ملطه وانا املكه هنا بالعرض. لا يا اخويا. ايه الفلوس اللي كانت في عشه الارانب راحت فين؟ فلوس ايه وعشه ايه؟ ال 250 الف جنيه. 250 الف جنيه ودول جبتهم منين؟ انت حققي معايا. خليني اخلص عليكي. انت حققي معايا. خلاص خلاص عرفت عرفت مفيش غيره. اخوك كامل. كامل؟ ايوه. امال هو جاب التوك توك الجديد منين؟ هو بقى له يومين مروق نفسه. توك توك ومروق نفسه؟ وقعت امك سودة يا كامل انت وضحكتك النتنه دي.